الكرة في الدفاع على المنتخب الليبي، دخول داخل منطقة الجزاء وعودة الدفاع وركلة جزاء، ركلة جزاء والمخالفة خطأ من المنتخب الليبي، حكم كان قريب وركلة جزاء، ركلة جزاء هذه أمامكم لقطات الإعادة، تدخل حسن عريبي والكرة كانت في متناول قريبة للمعتصم بالله صبو، ولكن على كل حال ركلة جزاء والمنتخب التونسي في فرصة إدراك التعادل. طبعا الوقت مازال بإمكان المنتخب الليبي، حتى وإن تمكن المنتخب التونسي من تسجيل ركلة الجزاء الوقت مازال ثقة كبيرة. معاذ المنصوري يحاول نرفزة اللاعب التونسي الذي سيقوم بتنفيذ ركلة الجزاء، طبعا لا نتمنى أن تكون هدف تعادل. من سينفذ؟ هل يتمكن معاذ المنصوري من صد هذه الكرة؟ في انتظار هذا السيناريو والتنفيذ لعلي المشاني، علي المشاني معاذ المنصوري، ركلة جزاء وفرصة التعادل للمنتخب التونسي. الحكم يطلب من لاعبي المنتخب الليبي عدم الدخول. الصافرة، التنفيذ والهدف، هدف التعادل إذن، هدف التعادل للمنتخب التونسي. النتيجة تتغير، هدف مقابل هدف بين ليبيا وتونس هنا في ملعب الخرطوم. ليبيون كانوا قد أخذوا الأسبقية بركلة الجزاء، وبنفس الطريقة تونس ترد. هذه أمامكم لقطات الإعادة، علي المشاني كرة صعبة، ومعاذ المنصور يحاول معها، ولكن التعادل التونسي. طبعا هذه النتيجة لا تخدم المنتخب الليبي، مازال الوقت ومازال أمام المنتخب الليبي الفرصة. كان واقف طوال شوط المباراة الأول في نفس المكان تقريبا، كرة رأسية، حارس المرمى، حارس المرمى، خروج خاطي، حذاري حذاري، والخروج الخاطي يكلف المنتخب الليبي هدف آخر. خروج خاطي، سوء تقدير، ولكن لا بأس، خروج خاطي من حارس المرمى معاذ المنصوري، ويكلف المنتخب الليبي هدف آخر. شوف الإعادة مرة أخرى، سوء تقدير في اللحظات الأخيرة، طلب معاذ المنصوري من الصبو ترك الكرة، ولكن للأسف تمكن المنتخب التونسي